يا مرحبا، حلقة جديدة من فن نيوز بلشت لنمر بجولة سريعة على آخر الأخبار الفنية. عم تواصل الفنانة الشابة روعة السعدي مشاركة صورها مع شقيقاتها الأربعة، مما عم يدل على ارتباطها بعلاقة قوية معهم. وقالت السعدي بآخر لقاء إلها إنه علاقتها بإخواتها خط أحمر بالرغم من إنها بعيدة عنهم. كشفت روعة عن عدة قصص بتخاف منها، منهم الزواج يلي بتحبس تضل بعيدة عنه بهذا الوقت. فهي هلأ عم تشتغل على تطوير حالها وأدائها، وما اقتصر خوفها على الزواج بس، فهي بتخاف من الكوميديا ومن إنها تقدم شيء كوميدي، وهذا الشيء اللي ما خلاها تقدم غير أعمال قليلة بالكوميديا. أما عن الشغل فعبرت عن سعادتها بتجربتها الجديدة بمسلسل من شارع الهرم يلي قدمت فيه شخصية مختلفة لأول مرة أضافت لها الكتير. وأثنت السعدي على أسرة فريق شارع الهرم معتبرة أنه المشاركة فيه كان خصوصية غير الأعمال يلي قدمتها قبل. أروى تطرح أحدث أغانيها ظالم. طرحت الفنانة أروى أغنية ظالم يلي شوقت الجمهور إلها من خلال بوست نزليته عبر إنستغرام وكتبت: مين منا ما ظلم أو انظلم؟ وشو بتقولوا للظالم؟ اتحفوني بتعليقاتكم. وتفاعل معها جمهور وأبدوا رأيهم بموضوع الغنية وعبروا عن جمال الغنية وطريقة طرحها من أروى. الغنية من كلمات محمد القاسمي، توزيع محمد عصمت، ألحان أدهم وأخراج عادل سرحان. خلونا نشوف الفيديو كليب ونرجع لأخبارنا. وفاة الشيف أسامة السيد يتصدر المنصات. فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد بعد صراع مع المرض، وأعربوا عن حزنهم مستذكرين حياة الراحل وذكرياتهم مع برامجه. وقبل بيوم أعلنت الصفحة الرسمية للشيف على فيسبوك خبر وفاته لتتناقله صحف ومواقع أخبارية مصرية وعربية. وبالشهر الماضي نشر الشيف أسامة تدوينة على صفحته، وجه فيها رسالة لمتابعينه وطلب منهم الدعاء، وقال: أحبائي، رجائي أنه تتذكروني بيوم أنا فيه بأمس الحاجة لدعائكم، وأنا بين أيدي الرحمن. تذكروا كل قصة حلوة وذكرى حلوة خلال رحلتنا مع بعض، وما تنسوني من دعائكم. ولقت هي التدوينة تفاعل واسع وعلق عليها 57 ألف متابع، وتجاوزت تفاعلات 100 ألف. بأمارة مين غنية ثارت الجدل بعد ملايين المشاهدات. على الرغم من بث أغنية بأمارة مين من قبل 3 شهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنها عادت للأضواء مؤخرا عبر بوابة التريند بعد الجدل يلي صار حواليها. ووقع الجمهور بحيرة بمين صاحب الغنية يلي صارت تريند، ليتم الخلط بين صاحبها الفنان أحمد فريد والفنان رامي صبري. وحصلت الغنية ملايين المشاهدات خلال الأيام الماضية، وتصدرت تريند يوتيوب وتخطت حاجز 30 مليون مشاهدة، ووصل الهاشتاج الخاص فيها لقائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة تيك توك. ونفى أحمد فريد انزعاجه من عدم معرفة الجمهور له، وقال: على العكس، كنت سعيد لأن المحتوى يلي قدمناه لقى استحسان الجمهور. وأضاف: تخيلت أنه عدم معرفة الناس فيني حيأثر سلبا على نسبة المستمعين، ولكن بنجاحها الكبير تأكدت أن توفيق الله أولا والعمل الجيد ثانيا هنن السبب بالنجاح. وهيك بتكون خلصت أخباري. انطرونا بحلقة جديدة حاملة معها أخبار وأسرار لنجومكم المفضلة، ومن هون لوقتها تبقوا بألف خير.